حضور عدد من الأئمة والفقهاء والمهتمين بالشأن الثقافي والديني، فرع معهد الإمام ورش بمدينة واذبو يحتفي بتخريج دفعة جديدة من طلابه تتكون من 64 حافظا وحافظة لكتاب الله عز وجل. جرى انطلاق الحفل بإشراف من مستشار والي داخلة واذبو المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية السيد محمد المصطفى ولي المختار، ويدخل تخرج هذه الدفعة ضمن سياسة المعهد الرامية إلى نشر العلم والتعلم في صفوف أجيال المستقبل بدعم من رجال أعمال وطنيين. اسمحوا لي أولا أن أشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على هذه الأهمية التي يوليها للقطاع الإسلامي، وتجسد ذلك في جعل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من وزارات السيادة، والأهمية التي أعطاها لأهل القرآن بفتح الكثير من المحاضر النموذجية في ربوع هذا الوطن. الشكر موصول كذلك إلى الأساتذة، هم فرسان الميدان، هم الذين نحتفل اليوم بتخريج ما يزيد على 60 من الحفاظ، كل هذا بشهود هؤلاء الأساتذة الذين خلطوا ليلهم ونهارهم من أجل أن نصل إلى هذا الإنجاز الكبير. ويأتي تخرج هذه المجموعة من حفظة كتاب الله عز وجل ضمن عدة دفعات تخرجت من فروع المعهد المتعددة في عموم البلاد. أقول لأهل واذبو حق لهم أن يحمدوا الله جل شأنه وأن يثنوا عليه ما هو أهله. المعهد مع الاهتمام بالقرآن وتدريسه كان أيضا للسبق في هذه المنطقة، لأنه يهتم بالقراءات اللي كانت ميتة منطقتنا، والحمد لله فيه العشرات من أبناء المعهد عندهم الإجازة في العشر والإجازة في السبع. العمدة المساعدة لبلدية واذبو السيدة مانا بتشكار في كلمة بالمناسبة رحبت بضيوف المعهد، مذكرة بأهمية جهود القائمين عليه في خدمة القرآن الكريم وأهله. وتخللت الحفلة مداخلات عديدة أنعشها علماء وفقهاء وأساتذة وطلاب، حثت في مجملها على أهمية العلم وتحصيله للإسهام في تربية الأجيال وتنمية المجتمع، مبرزين دور هذه المنشأة العلمية في النهوض بأهل العلم وطلابه، إضافة إلى دورها في عصرنة المحضرة الشنقيطية. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة واذبو.